لنا في الشارع، اش لا نستطيع ان نتقدم لهم بالمساعدة؟ كرك الرصاص من كل ناحية. سيد مرعي البيشو، انا اتفهم جيدا مشاعركم هذه. ما هي ابعد نقطة وصل اليها الثوار الان في طريقهم الى سرت؟ بعد المعركة الاخوة في الخطوط الامامية تراجعوا لتوفير حماية لنا، وتم سحب بعض من المصابين وبعض الجثث الى المستشفى القريب في راس لانوف، وللاسف هناك ليس هناك اي امكانيات للمستشفى الميداني، فاضطرنا انا وبعض من الاخوه للذهاب الى البريقه لتعزيز الادويه للمستشفى الميداني وتوفير بعض الاجهزه، ولكن للاسف المعدات الطبيه ليست كفايه للمواجهه، والان تراجعنا الى راس لانوف مجرد التعزيزات، وعباره عن انسحاب تكتيكي، وغدا صباحا ان شاء الله حنواصل القتال وحنواصل الهجوم وحنحرر راس لانوف وحنتجه الى سرت وحنحرر سرت وحنتجه الى بيت القدافي في باب العزازيه، وكما دخلنا الى كتيبه الفضيل شارع زنقة بيت ودستها برجليه، حندوس على قدافي في بيته في محقله شارع زنقة بيت قدافي، ومرعي البيجو حيكون لك كابوس في الصح وانت صاحي وانت في ليل، بسمي وبسم الشعب الليبي حتكون كابوس لك، وحتندم على اليوم الذي اثرت فيه دم الشعب الليبي. انا والله تحت مني كانوا اطفال 16 سنه 14 سنه استشهدوا، وكنت متاثر جدا على وكنت نادم جدا على السنين اللي فاتت اللي ما ضحكش بيه، يعني هذوما لم يروا اي اثار من القدافي ويضحون بانفسهم. انا 42 سنه والاخوه الليبيين في اعمارنا كنا صابرين، يعني متاسفين جدا يا شعب الليبي، متاسفين على السنين اللي ضيعناها واننا لم نقوم باي تحريركم. حانت الساعه وحان وقت القتال واننا قادمون باذن الله. القوه التي امامنا يا قدافي، المرتزقه التي امامنا، ليست باقوى من القوه التي معانا، الله والشعب الليبي اجمعين. سيد منتصر مرعي البيجو، شكرا جزيلا لك، وبذلك نعود الى الاستوديو في الدوحه.